يا خيا يا خيا يا خيا، وش في؟ أرجعك يا خيا، أحس بروحي تعبانة ومريضة، ما ودي أنقل المرض للعيل. خذيه نايمي بحضنك. نامي نامي وارتاحي نامي، ما أقدر أدعي غير الله يهون عليك. يا الأصيلة، إذا صار لي شيء ولدي أمانة برقبتك. تعرف يا سويلم؟ إي والله بخاطري أقول لك القصيدة. يا أبو كذب، من يوم ما عرفتك وأنت تقول لي أسمعك هالقصيد، وينه؟ قم 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 قم، الحريم أقبلت. سوالم يا رجل امزح، كيف والله مو بخاطري اروح عند البيض. ايه لا تراجعني ومع بلمه لحريم قبيلتك. ها الله يسلمك. يلا يلا. دقيقه دقيقه، عندك يا حرمه عندك. تعالي تعالي. وانت شلون توكدت من هالسوالف؟ على المؤاخذة يبدو انت ما عندك علم كم بير مي صار مشتري عشان يقطع الزقية عن الأراضي القريبة ويهجج أصحابها. هذا غير الديون اللي غرك الناس فيها، واللي بيقدروش يسددوا ديونهم بلهط أراضيهم وبشغلهم فيها بالسخن. مش بس هيك، واللي ما بمشي ممشاه بودي وراه رجاله بقطعوا عليه الطريق وسكروها بوجهه. والله وجهي لك ما ظل قدامي غير محسوب. عشان هيك احنا متاكدين انه ما في غيره ورا كل اللي بيصير للقوافل. زين وليه يسوي كل هالشيء؟ لانه تاجر، بس تاجر بطنه اجرب. خلنا من جمال الحين يا رجال. يا عم متروك، انا جيتك بسالفه هم. تفضل يا ابني يأمر. الامر لله. الوالده بعيد عن السامعين طب مرض بعيونها، والحكيم اللي شافها ماي خبر نبيع عشبة ولا دواء، كل العربانة اللي حولنا ممكن شافيها. سلامتك يا مبثراث، والله ما بتستاهل سلامتها يا ابني. ومن قال سلم؟ لأجل هيش جفيت الهان وقلت يجوز أقدر أساعدها إن كنت تقدر تدلني. أقدر أدلك وأساعدك، بس أنا كمان بدي منك مساعدة. انت أمر على الروح يا عم متروك. ما يمر عليك ظالم، بس مش قبل ملاك علاج النظر. عرفت لقاك هام، اشوفك حامله هم الدنيا على راسك. ماني قادره افكر بيها من غير ما القاها غريبه. لاجل انها غريبه يا بنيتي الدنيا تتغير، وما يظل على الحال غير رب الحال. يوم تشوفيها حزينة ويوم تلقيها مليانة فرح، ويوم تودعين غريب ويوم تستقبلين الثاني، والأيام تمر وكل يوم جديد علينا ما يعرف بسره غير رب العباد. حنا وأنا أبوك
قبل ما نحفر البير كنا مثل كل البدوان، كل موسم بديرة ما بديرة تشبه الثاني، حتى لو رجعنا لنفس الديرة. لأجل هيج يسمونا رحالة، وإحنا عرف الناس إن عابرين سبيل بأي مكان وبأي ديرة. حتى ديرتنا هذه حنا عابرين سبيل. هالحين عرفت لي هدوم أحس نفسي غير عن كل الناس، لأني بنت الشيخ عبدو، بنت الشيخ الحكيم. بعد قومي لأني شايف فنجان القهوة من بين ايديك بين عيوني. أنت عامل يا تاج راسي. يا الله وش وش؟ وين رايح يا جساس؟ أريد أروح عند بيت راجح إذا ما عندك مانك. ويش لك عند راجح الحين؟ ميت مرة قلت لك لزوم أظل قريب منه، لج أسوي اللي براسي، فهمتي؟ إيه فهمت، بس ما نسمع منك غير السوالف والتخطيط، أما الفعل سلم عليك. درب السلامة. درب السلامة. الله لا يسلم بيكي والعظمة يا هالديرة، والله والبيت البناها الله، لو ما ظل بيها اذبحوا بيدي واخذ بثار ابوي، اذبح اللي ذبحك وباعوا دمك بالمي يبه لو اخر يوم بعمري. شلون صرت اليوم يا عم الشيخ؟ الحمد لله بخير وعافية. الحمد لله. من بعد رخصتك يبا بروح. لا تقول لي للقنيس أبد، بزم يوم المراعي أطمن على الحلال وأشوف الرعيان إذا كانوا يحتاجون شيء ولا. ليه ما تدز أحد رجال يا ولدي؟ أنت علمتني إن أشوف بعيوني، والله يا شيخنا أليني ربيتك تكون شيخ وترعى الصغيرة قبل الكبيرة. توكل على الله يا ولدي. سلم عليه. مع السلامة. مع السلامة ورعاية الله. على وين يا ولد عمي؟ والحرمة اللي تسولف عنها وش اسمها ومنيات ديرة؟ صدقني ما بعرف، بس يمكن دخيل بعرف. ومنو هذا دخيل؟ دخيل العطار اللي كبالنا. مو هذا اللي كنت عندهم من شوي؟ ايه، لكن ما جاب لي طاري عن الحرمة. انا بقول ترجع لعنده وتسأله مرة ثانية. قبل أكم من سنة عائلتي الله يرحمها مرت بنفس الحالة، وهو اللي جاب لي الخلطة واللي حكالي عن الحرمة. رحمت الله عليها. تعيش.
العون انها جتك جاهزه يا جساس. ماشي يا مسعود، وقعت وما حد سمع عليك. افرح يا وطفه، افرحي. ان سمعت مره ثانيه انك زعلت عمي راجح، لا تلوم الا روحك. يا بعد عمري، انا ما قصدت ازعل. ادري، بس يضل ابوك يسوي معك اللي يبيه ويسولف معك بكيفه، وانت واجبك الطيعه. حتى وين ما رضى يزوجش لي. ليه؟ هو ما وافق؟ ما قلت له. لمتى يا مسعود منضل هيج؟ أنا عد الأيام اللي تضيع من عمري، ما بعيشها غير جنبك. وأنا بعدي الحبيبة، عساها من الله قريب. مير إنك فرحتني يوم سمعت كلامي ورديت لديرتكم. لجل عقلي الكبير مزيونة وفهيمة، ما علمتيني واستلفت هذه الحرمة والعيل الصغير. بالعون طال عمرك، أبو الغيث ورجاله مريحينك مثل ما ودك. المال يا عواد بيخليك تساوي اللي بدك إياه، لكن طال عمرك الزوم الحرص منه. تخاف يغدرك ويبيع الحمولة لحد ثاني. أتمنى يا عواد، أتمنى عشان أدفنه وأجيب غيره. المهم الحمولة صارت بالمستودع وكل شيء صار مثل ما ودك. عواد، دير بالك أي بني آدم يعرف المكان المستودع، فاهم؟ اللي شم شمة واحدة لا قص خشمة قص. تعرف لمين تعطي سرك يا جمال؟ يا ترى لو عواد مش عواد، شو كان ممكن يحكي لي عن جمال؟ ما حدا بيعرف كل شيء إلا عواد. شوفك رجعت. لأنك ما علمته بكل شيء. شو قصده؟ خوي عقاب يقصد ان بي سوالف ما علمتني بيها. ما فهمت يا رجل، انت وش سالفتك؟ ليه؟ يوم نشدتك عن الدول امي قلت ان الدول اللي عندك هو نفس اللي عند الحكيم. بس عاد ما علمته بسالفة الحرمة اللي تجيب السوالف من عندك. قصدك ترفع؟ جمال بيك يا جمال بيك. غرد يا ابو المصايب، شو في اشي جديد؟ راد 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 عواد. اسمع، تروح وتوقف في مدخل السوق وتفتح عيونك كويس وما تتحرك من مكانك الا لما يجي عواد. وين بتوقف؟ على باب السوق. امشي يا عواد. كمان عواد، ما أكثر أسرارك يا جمال. بصراحة ما شفت أذكى منها بالعشاب والدواء. دام هيك ليه بطلت تروح عندها؟ ديت الشيخ مثاري بعيدة وأنا كبرت بالعمر وصرت أدور على مكان أقرب. شلون نصل لها الديرة؟ وأنت من عقلك بدك تروح؟ بدلني ولا خلي احد غيرك يدلني؟ بدلك، بس ذنبك على جنبك. انت بي شيء مخبيه. وكاد بي شيء مخبيه. الله يفرحك يا نوره، بالعون انت ومسعود لايقين على بعض. كل واحد يليق على اللي من ثوبه. تقصدين فتنه ورمح؟ فتنه ورمح ما حد بيهم يطيق الثاني، يعني رمح ما يطيق فتنه. يوم بني ادم يشوف روحه بروحه وسط صحراء كلها وحوش، يقعد يفكر شلون يصير ديب لاجل يواجه الذيابة. ميري يا بنيتي، ما كل الفلا
تحتاج ذي. بس عاد يا فتنة. كل الفلا ولها وحوشة وكل وحش له قوت. بني آدم يا فتنة قوته مهي بسلاحه وسيفه، وقوته هنا قوت بعقله اللي يدبره ويفهم الوحش اللي في باله ويخطط له ويغلبه. وش رايك يا طراد؟ نروح لديرة الشيخ مثاري. يا وطفة يا مرة، علامك يا جساس، ليه تنادي؟ خبر زين يا وطفة، خبر زين. بشر بشر يا جساس. ما هو هان تعال جوا. ايه ما هو وقته الحين يا جساس. انا بيش وانت بيش، اقول لك تعالي جوا تعالي. اقعد يا هان. هان هان هان، علامك قل لي وش السالفة. مسعود علام أحب نورة. نورة؟ ماني خابرة بي بنت بديرتنا اسمها نورة. ما هي من عربنا، نورة بنت بديوي. من عرب عضو؟ إيه. اللحظة اللي كنا ننتظرها جت الحالة يا وطفة، جت الحالة. وش ويش؟ زين إحنا ننشر السالفة بين العربين ونفضحهم الاثنين، ساعتها بس أقدر أخذ بثار أبوي. تدري يا وطفة؟ قول يا بعد جبد وطفة. أشوف صرت تغازليني. إيه أغازلك وأدلعك وأقول بيك القصيد بعد. والله نسيتيني اللي كنت أفكر به. لا لازم تذكر، ولا تراني أزعل منك بعد. إيه تذكرت تذكرت. أقولي وطفة، أريدك تلاقي لي حرمة لسانها ما ينبل من كثر ما تسولف حتى تذيع الخبر بين العربان. ها حرمة ثانية مهنتي لج الناس تصدقها. وليه يا جساس؟ شايفني دايرة بديرة واجذب عليهم لجل ما حد يصدقني؟ توج كنتي غزالة، علامج قلبتي عنزة تثغي. أنا أثغي يا جساس؟ أثغي؟ عنزة عنزة تثغي. بعد ساعد قل لي تجذبي وساعد قل لي عنزة تثغي. الله يسامحك. أنا قلت لك ما وانتي لجن العرب كلها تدري انه ثار ابوك عندهم، لجل هيش ما يصدقوك. فهمتي؟ ايه الحين فهمت. يا زينة العقل يا زينة العقل، اللي يحسب حساب كل شيء. الحين ودي اشوف يا مسعود وش تساوي انت وش يبه ابوك. علامك ليه وقفنا؟ من طلعنا من السوق وأنا شاور بروحي ما بيه طريقة ثانية. هذا أسرع طريقة لأجل وصل الدول أمي قبل ما تسكن عيونها الآتمة. يا طراد أنت ليه راسك أنت؟ ما تقلي وش اللي براسك؟ أفكر باللي قاله العطار، أنت ما سمعته؟ وش بيها حابس؟ أشوفك من في البلاد. أفكر يا رمي. عون طلع تفكر ليه تتعب روحك؟ إيش قصدك؟ ما أقصد شيء، لكن قل لي بيش تفكر. حنا لو ما كنا بحاجة الحلال ما كنا ربنا ولا رعينا. عابس وش تريدنا الرب ذيابه؟ وكاد لو ما احنا بعزتها من ربي. لكن رحمت ابوك ما فكر هيك. وعابس
ما أنا طايق روحي وشوفك تغز بالهرج. نتالي نتالي وش اللي تريد تقوله؟ ما لك غز ولا شيء. رحمت أبوك يوم نوى يحفر البير ما فكر بحاجته. أي شوف وش كبر البير يكفي كل القبائل. أي ألا فكر فيه. واللي ود أقوله حنا لو ما عندنا هالحلال وما عندنا هالبير مش كان بيصير فينا؟ وقاعد انفطس. شفت وبعد كل اللي سمعته تريد تكمل طريقك؟ بأمل لجل أمي تشفى بهالقبيلة، وبعد اللي سمعته من دخيل لزومه صار الشيخ مثاري. إن كان لجل تعرف اللي بينه وبين جمال، الراجل قال لك إنه راح له دخيل لجل يحمي قوافله ومزارعه مثل باقي التجار ويقطع الطرق على اللي مثل العم متروك. وين وصلت؟ ويش تستفيد؟ ما أدري، بس اللي عارفه إنك لزوم ترجع للديرة وتطمن أمي، وأنا ما توخر. المثل يقول من عشر القوم 40، وأنا وياك 10 عمر، وصار راسي مثل الصقر يابس مثل راسك. توكلنا على الله. تفكري بطرات؟ ليه تسألي؟ لأجل أن أفكر بمسعود. لا بالله أفكر بهالمسكينة اللي ما هي دارية بحالها ولا عارفة تفوق. هذه حكمة الله، وإن كان اللي أحس به صحيح يكون رب العالمين رحمها. تقصدين إنها ما تقوم؟ لا، ما هذا قصدي. ما قصدت إن رب العالمين ياخذ وداعته. اللي قصدته إنه ياخذ عطيته منها. يعني تعيش لكن ما تفوق. بس عاد يا بنات، تعالي نسمع عن القصيد. غريبة هالدنيا، أقول يا طراد يعونك، أنت ما عمرك هويت بنية من ديرتنا؟ وش هلامك يا صاحب؟ بعمرك ما سألتني عن شيء ما خبرتك عنه من قبل. أدري وش ودك تقول، لكن أنا ودي. لا بالله، أنت بي وراك سالفة يا قاب. إيه بي، لكن ما أدري أقول ولا ما أقول. يا رجل الله يهداك، تلاقيها حترك الدين ولا ضبع؟ لا بالله، دي حركة قريبة. وإن كان خله يطلع. ما عليك مني، وش اللي كنت ودك تقوله؟ ما أظل بها سوالف. اسموا علي زين يا رجال، انتوا الثلاثة روحوا من هان، ولا طلق الثور إلا لما تأخرها.
وانت ابقى عندي جاي. يا رجل أبلشتنا، ما بي شيء، تعال اقعد. أبله بي شيء. بتارك هذا بلّع من الشيطان الرجيم. من أنت الخاسي؟ أنت من رجال جمال؟ انطق! يا شيخ خاله وش اللي طلع عشان البيت شو هالليل؟ يا شيخ يا داف عالبلا خير يا مطرح ليدي يا خيتي ليدي يا شيخ حرامه حرامه ليدي شو بدك ادراد عمرك حسيت بعد ما شلت حجر هيك طلع لك فجأة انك ندمت؟ اليوم شلت حجر كنت اعتبره مميز، ممكن يثير حماس للعبة، بس للأسف طلع شيء عادي، عادي جدا، شيء عابر راح. ما هي خطيرة يا اخوي، لا تخاف. ما هي سالفة تخوف، لكن تلسع لسع. لزوم اكوي لك الجرح لاجله تنزف كثير. عاد هذه السالفه اللي تخوف، ودك تكون طبيبي يا صقر؟ يكون ما هو عاجبك اكون طبيبك. شلون عاد وانت الخوي اللي ينحط على الجرح يبرى؟ اجل تسوي كل اللي اقول لك عليه. خير يا مطران، وش اللي صار؟ أولادي، أولادي تراد. زين، اقعدي وارتاحي وعلميني وش السالفة. استهدي بالله يا خيتي
وعلميني علامه اطراد. اطراد ما هو بخير يا خيتي، اطراد ما هو بخير. ومن اللي قال لك انه ما هو بخير يا خيتي؟ انت شفتي منامه زين؟ هقولك اطراد ما هو بخير، ما هو بخير يا شيخ. الله يسامحك يا خاله، قلت لك نامي هان ما رديتي علي. استهدي بالله يا خيتي، استهدي بالله. اطراد ما هو بخير يا خي، يا ما هو بخير. اهدي اهدي يا خيتي اهدي. يا رب نسوي يا شيخ. توكلي على الله يا بنت الحلال، توكلي على الله. والنعم بالله يا رب. يحماك الله يا وليدي. بسم الله الرحمن الرحيم. حماك الله. وش بدك تسوي يا طراد؟ على هونك بالهدى يا اخوي بالهدى. بس بصراحة فاجأني، كنت حاسس انه ممكن يخوفني اكثر. يأخذ وقت اطول، يكون مسلي اكثر. مسكينة هالحرمة، وش اللي تقدر تسويه في الصحراء وبين وحوش الفلا؟ ولا مع الثياب اللي صارت تلبس هدوم البني آدمين؟